لتسليط الضوء مشاهدينا الكرام على تغريدات المرشد الإيراني علي خامنئي عن تبعية الكويت والبحرين لإيران، ينضم إلينا عبر الهاتف من صيدا مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات الأستاذ حسان القطب. أستاذ حسان، بداية مرحبا بك، كيف تقرأ التصريحات الاستفزازية الجديدة التي أطلقتها قيادات إيرانية ضد دول الخليج العربي، منها أن الكويت والبحرين تعودان لإيران؟ إيران دولة تقوم على فكرة التوسع والتمدد في المنطقة العربية، وتحاول دائما استغلال مشاكلها لمحاولة بث شعور وطني واختلاط مشاكل مع مواطنها، بحيث يبقى المواطن الإيراني مشدودا إلى مشاكل خارجية حتى يبتعد أو ينسى أو يتجاهل مشاكله الداخلية. إيران الآن تعاني من أزمة حقيقية، أزمة انتشار فيروس كورونا، الضعف الاقتصادي الذي تعاني منه، الضعف الدولي بحيث أن حلفائها ينكفئون عنها وتعاني عقوبات أمريكية صارمة وقوية جدا مع هبوط سعر النفط وتعدد المشاكل التي تحيط بها. لذلك هي دائما تحاول تشد الأنظار إلى أماكن أخرى من محيطها. فالأطماع الإيرانية ليست جديدة في البحرين والكويت وفي كافة الدول العربية، فهي تحاول تستغل الأقليات الشيعية في المنطقة لإثارتها واستغلال وجودها لخدمة مشاريع، وهي دائما تطلق الخليج الفارسي على الخليج العربي لأنها تحاول تهيمن على الجانب الآخر من الخليج الذي هو منطقة عربية بالكامل، كما أن المنطقة الأخرى في بلاد إيران هي منطقة عربية محتلة تدعى الأحواز. كما هو معلوم نعم أستاذ حسان، إذا سمحت لي، كما هو معلوم أن إيران تمر الآن بأزمة اقتصادية خانقة مثل ما تفضلتم، وكذلك أزمة جائحة كورونا، مع ذلك في هذا التوقيت يتم إطلاق مثل هذه التغريدات المستفزة، كيف تقرأ هذا التوقيت، الدلالات الوقتية والزمنية لهذه التصريحات؟ العجز عن حل المشاكل الداخلية يدفع الدولة الإيرانية والنظام الإيراني إلى اختلاق مشاكل خارجية لشد الأنظار، لإبعاد المواطن الإيراني عن المطالبة بحقوقه لتحسين ظروفه المعيشية والاجتماعية، للفت الانظار ان هناك مشاكل خارجيه، لان هناك من يستهدف النظام في ايران والسود الايراني، وايضا هناك من يستولي على افلاك ايرانيه وعلى يعني اراضي تستحقها ايران محتله، ان هناك من يهيمن عليها. وعمليه اليوم ما اطلقه الخامنئي وبعض القاده الايرانيين من اعاده التوطين، التشجيع على توطين الجزر العربيه المحتله، ملفت للنظر، خاصه وان هذه الجزر هي بيد ايران منذ ايام انتهاء ايران 1973. فلماذا الآن تذكرت إيران الدعوة الإيرانية إلى الاستيطان والتوطين في جزر قنب الكبرى وقنب الصغرى وله؟ إذا إيران تحاول دائما الهروب من مشاكلها الداخلية إلى تأجيج الصراعات مع محيطها العربي أو في أماكن بعيدة مثله. الآن هناك مشكلة حقيقية بين إيران وألمانيا. ألمانيا التي تحاصر حزب الله الآن وتمنع نشاطات في ألمانيا. إيران التي اعترضت على هذا الواقع، والدولة اللبنانية إلى الآن لم تحرك ساكنة ولم تعترض بالرغم أن المواطنين، على اعتبار أن هذه الميليشيا هي تعود بالأساس إلى إيران، يعني الآن الدول العربية أستاذ حسان هل ترى أنها بمستوى التحدي؟ هل هي قادرة على بلورة خطط دفاعية للتصدي للأطماع الإيرانية؟ الدول العربية مع الأسف تأخرت حتى استوعبت حجم التهديد الإيراني وخطورة التهديد الإيراني، وأكبر دليل على ذلك هو ما يجري في اليمن. حسم معركة اليمن تأخر كثيرا لأن الكثير من الدول العربية وخاصة الدول المحيطة باليمن لم تدرك حجم التهديد الإيراني عندما بدأ يتغلغل في اليمن منذ ثمانينيات القرن الماضي. كان هناك تصور أن هناك صراع بسيطة يتمحور حول بعض الوجود او بعض الوجود والمصالح الاقتصاديه، لكن نحن نواجه مشروع عقائد ديني يسعى لتغيير وجه المنطقه، تغيير طبيعه المنطقه وتغيير عقيده المنطقه. فلذلك الصراع عميق وله جذور تاريخيه ومن الصعب جدا مواجهته ببساطه. لذلك يجب على الجميع وخاصه الدول العربيه وخاصه الخليجيه منها بالتحديد ان تضع برامج لمواجهه هذا المشروع الايراني ومواجهته بقوة في منطقة الخليج وفي خارج منطقة الخليج حتى تستطيع مواجهته وتصارعه.
النفوذ وإلا الإيراني. نعم إيران سوف تحكم. نعم أستاذ حسان، النفوذ الإيراني هو موجود في اليمن وموجود في العراق وفي لبنان وفي سوريا، ولكن التهديدات الآن مثل ما تفضلتم ومثل ما هو واضح من خلال هذه التغريدات وهذه التصريحات أنها يعني تطال أيضا الكويت والبحرين وعمان وكل دول الخليج العربي. هل إيران من وجهة نظرك إلى أي مدى هي قادرة فعلا على أن تتحول من مرحلة التصريحات والتهديدات إلى التواجد الفعلي عبر أذرعها في على غرار اليمن، يعني في هذه الدول التي قامت بتهديدها؟ إيران الآن لا تملك القدرة على افتعال معارك أو إشعال حروب في المنطقة، لكن هي تهدد وتهول على هذه الدول حتى تضغط على الولايات المتحدة والدول الأوروبية لفك الحصار عن إيران. هي تهدد واختارت الدول الأضعف، البحرين دولة صغيرة والكويت دولة صغيرة، ولكن لا يجب أن ننسى وجود القواعد العسكرية الأجنبية في البحرين كما في الكويت. فإيران تدرك أن أي محاولة اعتداء على هذه الدول سوف يواجه رد عنيف من الدول الغربية. والكلام الأمريكي الأسبوع الماضي على لسان ترامب وعلى لسان القادة الأمريكيين أن أي استفزاز إيران للأسطول البحث الأمريكي سيتواجه بقوة وضعف. فهي تدرك هذا الوضع وتدرك أنها غير قادرة. هذا التهويل هو له هلاك داخلي وله أيضا محاولة استغلال قلق هذه الدول للضغط على الولايات المتحدة وعلى القوى الغربية لتخفيف عقوباتها ومحاولة معالجة الأزمة مع إيران بطريقة دبلوماسية أو على الأقل تسوية الصراع الغربي مع إيران بشكل يضمن استقرار منطقة الخليج والمنطقة المحيطة به. من صيدا مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات الأستاذ حسان القطب، شكرا جزيلا لك.